بس ياد انه هو انا. فكروني بيا انا وانت. يا لهوي. ايه اللي في وشك ده؟ ايه ده اللي في وشي؟ ايه يا ست، ما انت نت هتقضيني زيه. عديت لساني. لا دي لوكمية. والله عديت لساني والله. بقول لك لوكمية. يا عم قول لها حاجة يا حاج طه بقى. انت شكلك جعان، احضر لك لقمة. لا مش عايز اكل، انا عايز اريح شوية بس. وماله، اعمل لك كوباية شاي بلبن وطبق كده فيه شوية قرص وشريك. قرص وشريك؟ يا ما انا داخل الدفن يا تهاني، انا عايز انام. ما تقول لها حاجة حاج طه بقى. خلاص سيب راحتك. تهاني اجيب لك قرصه يا ست. مش عايز قرص، شيل القرص، عايز بس يعني حته تلكه كده. لوكمية صح؟ ايوه لوكمية. حضر يا حضر في الحمام. مش على ايديه ورجليه ولا ايه؟ تعالى انام في الكنيف احسن ما ينام جنبك. ليلتك سودة من اولها. يومين ويعدوا. ايوه ولا 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 شريف. ابوي يخرب عقلك فيضان. ايه؟ مين؟ خالو؟ ايوه حبيبي خالو. ايه اللي جابك عندنا؟ اهو لقيت نفسي مقصر في حق ولاد اختك يا خال. يعني انت عايز تخلص اللي شقيتي ولا تقول تقعد يومين؟ تقعد يومين مع مين؟ هنا معاك عشان تشبع من خاله بقى يا واد. انا عايز اقعد لوحدي في الاوضه. ايوه حبيبي، حد يكره انه خاله حبيبي يقعد معاه كده ويبقى فرحان بيه بدل ما تقول الحمد لله على سلامتك؟ يا عمي بقى انت هتشحط. يلا بلاش السقفه بتاعت اهلك بقى دي. انت رخم اقوص. انا رخم بوشكاش. بوشكاش يلا صباح الخير، حضرت لك الفطار، قوم بقى. الله، امال فين الواد شريف؟ شريف يا شريف، شريف شريف شريف. يا محرزان كومودينو نايم. عايز ايه؟ معكش يا حبيبي سحر سن رفيع بتاع شاحن. شفت بقى انك رخم. خلاص خلاص نام نام. ده البلد شبه البطريق، منك حيوان ولا منك بتطير. السلسله عني الغندور. هو المكان نفس الرسمه. حلو قوي. عندكم حديد؟ عندكم؟ انتوا ارخص ولا عايزين دخيله؟ بيس يا مان بيس. بيس لو سمحت خلي دي بالامانات عندك. لا اسف جدا، اندمجت في التمرين ف Okay.
ايه ده؟ هانيا؟ يا خبر ابيض، هانيا؟ انت هانيا؟ ايه انت لابسه ده؟ فضحتني. بوشكش ستايل، بوشكش ستايل. طيب تعالى نتدرى كده في اي حته. نتدرى ليه؟ واحنا هربانين من الطار ولا ايه؟ تعالى نتدرى نتمشى. والله فكره هايله، يعني عشان خاطر كمان التمشيه حلوه وناخد وندي مع بعض في الكلام. مش حلو ولا ايه؟ هي الفوره من كام؟ فوره ايه؟ ده تلعب كوتشينه. اجري. اجري ايه؟ يعني انا اوصل الكيلو كام عشان ابقى انا كسبت؟ اجري يا بوشكش. اجري؟ اجمل. لحد فين؟ ده انا خلاص هموت. اجري لغايه ما تتعب. ده انا بحتضر قدامك. ده انت شويه هتلاقي فانيلا وبنطلون بس بيجروا على العجله قدامي. ايه في ايه؟ ضربت ايه؟ رجلي اتلوت. رجلي اتلوت؟ اه. مين زعلها؟ الحقني سندني وشلني. الحقني سندني وشلني التلاته مع بعض؟ الحقني سندني وشلني. انا مش قادر انفع، مش قادر انفع، مش قادر اخد نفسي. انا نفسي هيتقطع يا هانيا. اه. ايه اللي انت بتقوله لي في التليفون ده؟ يعني احنا هنفضل تحت رحمه الست دي لغايه ما تفتكر مين اللي كلمه التليفون؟ بعدين افرض انها مكالمه غراميه ولا اي قرف في النوع ده. يا رشدي بيه، انا بجري ورا اي خيط يوصلنا للاسطوانه. انا هخلي الرجاله يربطوا قدام بيت الواد ده للست دي، وانا عشان مصالحنا ما تتعطلش هسافر بدل بوشكش اخلص صفقه اللعيب الجديد. لعيب ايه وزفت ايه؟ انت مالكش سفر غير لما تلاقي الديسك. بوشكش مش موضوعنا دلوقتي. خلاص يا فندم، بوشكش مش موضوعنا دلوقتي. العربيات البايظه دي يا ايه العربيات دي؟ ده بتسحب لوحدها وعفره، ومفيش عربيات بتعمل عفره. هانيا ايه الرزق ده؟ ايه الرزق اللي عندكم ده؟ يا سويت ده، انا ذاكرت هما اللي مستصدرني. ما تكذبش عليا، ما تخليش امد ايدي عليك. يا 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 والله مذاكر والمصحف مذاكر وواخد جايزه احسن شاب في البني ادمين. حرامي في البيت. لحظه واحده، انت كل يوم ايه؟ استاذ بوشكش زميلي في الجيم. ده مؤاخذه يا استاذ. ايه ده؟ شفت يا زفت؟ خليك منظرنا زباله قدام ضيوف، لكن حسابي معاك بعدين. هو لسه حضرتك هتتحاسب معاه بعدين؟ اتفضل يا استاذ بشاكش. بوشكش يا فندم، بوشكش حضرتك. ملايين بشاكش. ايوه، هو مين ابو حضرتكم فيه؟ يعني مين ابو التاني مين؟ ايوه طبعا. والله واثق من زورك، اتفضل حضرتك. يا بابا يا بابا. لا انا جاي لحضرتك بس كنت بامن على الباب. هو بابا بيشتغل ايه؟ دكتور مخ واعصاب. مجنون يعني؟ احترم نفسك. ما تنزل ايدك يا ابني. والله هي اللي مرفوعه تبجيل واحتراما لحضرتك يعني. قوم سلم يا زفت. حاضر. مش انت؟ حاضر. قوم. هاي دود، واتس اب مان، كول مي 50 سنت سنت سنت. ما تجيب القناة الأولى فيها بني آدمين عندهم. يا مسرور! مين مسرور ده؟ السياف بتاع القصر؟ سياف القصر عندكم هنا؟ العيلة دي ببقى عارف بالأشكال دي بيبقى سياف. ليهم سياف. طباخ. الطباخ؟ حضر الغداء يا مسرور. حاضر يا باشا. أنا رحت جنينة حيوانات زلاليمو، شفت زلومة. معلش عايز فريش اورنج. مساء الخير. مساء الخير. لا مؤاخذة يا اخ. اتفضل يا فندم. انا ازاي دي؟ لا، هذه اشياء مش للمس. ايه ده؟ انت ايه؟ ايديك عرقانه دهب؟ دي مش للمسات، دي اديتها لي واحده
من اللي هي بتاعت اللو واحدة ساحرة. اوه قالت لي دي فيها ساعة حظك دي من غيرها انت فرد جزمة. عارفة جزمات؟ جزمات. انا عايزة زي دي. يا ولية ما قلنا ما ينفعش ما ينفعش دي. قلنا دي معمولة لبوشكاش محو. انت في حاجة حضرتك يا كابتن؟ انت في حاجة عايزة مني؟ تفضل يا خواجه. التمثال تمن البضاعة. وعمرت عمرتك تاخدها من الراجل بتاعك لما يبيع التمثال. بس تمن البضاعة شيء وعمرت شيء تاني. والله بقى دي العمولة اللي طالعة من ذمتي وانا ما يتلويش دراعي. انت سامع ولا لا؟ وعشان تبقى عارف دي نفس الطريقة اللي هدفع بيها الصفقة اللي جاية. ولما كانش عاجبك هغيرك انت والراجل بتاعك كمان. لا اذا كان الكلام بالشكل ده بقى انا هخليك تبطل شغل في سينا خالص وهخليك كمان ما تقدرش تبيع البضاعة اللي انت اشتريتها هنا في بلدك. لو سمحت هات لي كيس بلاستيك عشان عايز ارجع من اللي هو ابو 25 قرش. عارفه الشنطه فندم؟ ده مكان محترم. يعني ايه مكان محترم؟ مكان لابس كرافات يعني. انت قليل الادب قليل الادب وعايز تضرب. لو سمحت. ايوه لو سمحت. أيوة. ممكن تولع لي لو سمحت؟ نعم ولع لي. شكرا. لا معايا ولا مش عايز. كابو عربي السلسلة السلسلة السلسلة. يا خرب بيتك يا ناس. كان عندها حق نوال لما قالت لي ما تخرجش. كان قلبها حاسس. نوال مين حضرتك؟ نوال مين حضرتك يعني؟ مش عارف نوال مين يا نوال. ما اعرفش. شكلك يا ابنهم يا نوال. شكلك من بتوع مامي وبابي. امك شكلها جايبه لك العربيه دي عشان تدفعش خربي وانت بصحابك. سيدك على 500 جنيه. 500 جنيه بتوع ايه يا حبيبي؟ نصر الله بيهم العربيه. بص شكل انا بابو عبد الحميد دي عليك لانك انت شكلك اساسا عايز تتضرب وانا دلوقتي فاضي. انت كويس يا بابا؟ كويس. مفيش غير الحكومة تجيب لي حق منك يالا. أنا اللي هجيب السلسلة وهفرجك نفسك أنت واللي معاك دول. سلسلة؟ أنا فاهم الحركات دي كويس يالا. أنا بقى هوريك. أبويا 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 أبويا. اطلع بيه على اسم العرب. لا أنا عايز الدقي. ابن خالتي قابل شرطة هطلع عين أمك. اطلع هنا ولا هيعملنا. يا عم انت غبي يا عم. اوعى يا عم بقى. الله ايه يا جدعان؟ انت قفشت واحده هربانه من بيت بتاعها. مفيش غير الحكومه اللي تجيب لي حقي. يا عم يا عم يا عم يا عم. الله
ولا ايه؟ لا اصل انا كنت شغال جواهرجي. جواهرجي؟ طب تعالى معايا اروح. لا والنبي تعالى والنبي بقول لك تعالى. شايف الموتوسيكل ده؟ اه شايفه. اركب. ايه ده؟ اركب الموتوسيكل. هركب بس حضرتك يعني لو بالنسبه للخوذه لو لجنه قابلتني ولا حاجه ماشي هيعمل لي مشاكل ولا اي حاجه؟ حاضر المره الجايه هرسم لك خوذه. طب ربنا يخليك. اركب. حاضر حاضر. مفيش بنزين. ده انت بتستظرف يا ابن الظريفه. انا ام ظريفه؟ ده انت يومك اسود. يومك اسود. يومك اسود. هات لي بوشكاش محفوظ من حجز. تحت امرك يا فندم. بوشكاش محفوظ. تضحك؟ ايوه اضحك اضحك. ما اصل اللي بتقوله ده يموت من الضحك. هي تلاقي سلسله. سلسله ايه؟ سلسله ايه ده؟ لا ما ايه؟ سلسله ايه؟ لا سلسله بقى سلسله ضهري سلسله ضهري. خلينا في المهم. اه في لعيب جديد اسمه بركات الصغير. بركات الصغير ده اخو سعد الصغير ولا ايه؟